تعرفين السنة بتخلص. الحق نفسك. السنة بتخلص. الحق نفسك. وأقف كابن في بيت الرب. ككاهن في هيكل الرب. وكملك في العرش. الحق نفسك. وذكر نفسك. مش بقول لك روحك. ذكر نفسيتك. انك ابن في البيت. انك كاهن في الهيكل. وانك ملك في العرش. انت ممكن تكون جيت الاجتماع ده عشان الجملة دي. مش معنى كده تروح الحمام. خليك. انت ممكن تكون جيت المؤتمر. جيت المؤتمر. جيت الاجتماع ده. هو في صدى مش كده؟ مفيش صدى وداني يعني ممكن. ممكن تكون جيت الاجتماع علشان تسمع الجملة دي. مهم جدا ما تختمش هذه السنة بدون ما ترجع بوصلة هويتك قدامه اللي ملهاش دعوة على الإطلاق باللي بيحصل في أرضك. أظن على مدار السنين ومدار العيش والملح ما بيننا أنتوا المفروض أدركتوا إن إحنا ما بنعيش بحسب اللي حاصل في العيان، لكن بنعيش بحسب هو بيقول إيه على حياتك وعلى حياتنا. أكيد على مدار السنين جاء الوقت بقى إن الموضوع ده يتشبع جوه أرواحنا. إحنا مش بنعيش بحسب حاصل إيه تحت رجلينا، لكن بنعيش بحسب كل كلمة خارجة من فمه. الإنسان لا يعيش بالخبز اللي قدامه، في خبز أو ما فيش خبز، أو في حاجة بتحصل أو ما فيش حاجة بتحصل. الإنسان لا يعيش بالخبز، لكن يعيش بكل كلمة منطوقة على حياته من فم الرب. فجاء الوقت بقى أن هويتك تظبط بوصلتها وما ترجعش تلعب فيها تاني. هويتك كابن وابنة في البيت، لأن ده بيت الآب. فهويتك كابن في البيت، هويتك ككاهن في الهيكل، وإعلان الهيكل إعلان قوي سيزداد. أنا عمال بوقف نفسي، عايز أعمل سلسلة عن الهيكل يمكن نبتدي بيها 2020، لكن جاء وقت مرت يعني سوري ما جاء وقت إعلان الهيكل يزداد في ولاد الرب. فبترجع مرة تاني بوصلة هويتك. أنت مين اللي ملوش دعوة بحياتك اليومية؟ ملوش دعوة بالسبت والاثنين والأربع وشغلك وحاجاتك وحياتك. ده ليه دعوة بأنت مين في السماويات، في الروح. محدش يقدر يلعب فيه ده، محدش يقدر يوقفك عنه، محدش يقدر ياخده منك إلا أنت. لو أنت ما سمحتش لنفسك تقف مع روحك في المكان اللي أعده الرب واللي بيقوله الرب على حياتك، كل كلمة منطوقة من فم الرب على حياتك وعلى حياتك. ففي حاجة منطوقة على حياتنا كلنا بلا استثناء. كل ابن وابنة هو ابن في البيت، هو ابن في بيت. فأنت مش لوحدك، أنت مش يتيم، أنت مش متشرد، أنت مش في ملجأ، أنت في بيت. أنت ابن في بيت، وهذا البيت بيت الآب. وفي بيت الآب، الآب بيقول لك يا ابني يا بنتي كل ما لي هو لك. ريلاكس، استقر، خلي نفسك وروحك وطلباتك وصلواتك تبقى خارجة من غنى بيتك، مش من عوز مشاعرك، من غنى أبوك، مش من عوز الإحساس المؤقت اللي أنت بتمر بيه النهاردة تحت رجليك. رجع بوصلة هويتك للكلمة المنطوقة من الرب على حياتك. أنت ابنة وابن في بيت، أنت كاهن في هيكل، وبالتالي وقفتك مليانة بهاء ومجد، وقفتك مليانة اقتراب وتقدم إلى قدس الأقداس. وقفتك موجودة في هيكلة من المجد، هيكلة من الحضور الإلهي، هيكلة مليانة ذهب، هيكل سليمان. أنت مش بس ابن في بيت، أنت مش بس كاهن في هيكل، أنت ملك في عرش. لأنه غسلنا من خطايانا وجعلنا إيه؟ ملوك. قبل كهنة ملوكا.
الملوك دول بيقفوا قدام ملك الملوك، لأن ملك الملوك هو ملك قدامه ملوك، والملوك دول بيقفوا في العرش، فده مكان هيبة، مكان سلطان، مكان سيادة، يمكن زي ما هنحكي النهاردة على خفيف. فلما بتوقف في حياتك، بص الثلاث وقفات دول، بصلة الهوية دي من ابن وابنة، من كاهن ومن ملك، البصلة الثلاث وظائف دول، دول ما لهمش دعوة بظروفك، ما لهمش دعوة أنت بتشتكي من إيه النهاردة، ما لهمش دعوة بالعيان بتاعك ضعيف أو قوي، بتحارب أو مرتاح، ما لهمش دعوة. دول ثلاث وظائف لا يستطيع أحد، إبليس في أعلى مفخيله ما قدرش يوقفك أنك تقف فيهم. الوحيد اللي يقدر يوقفك هو أنت، أنك ابن ما حدش يقدر يوقفك أنك تكون ابن، انك كاهن ما حدش يقدر يوقفك انك تكون كاهن، انك ملك ما حدش يقدر يوقفك انك تكون ملك. انت اللي ممكن توقف نفسك من اي واحده من الثلاثه دول. تقول لي وقف نفسي ازاي؟ اقول لك ما تصدقش، او ما تذكرش نفسيتك، ما تقومش نفسيتك من الاحاسيس اليوميه وتوقفها مع روحك، لان الروح القدس اللي ساكن فيك، الروح المجدد اللي ساكن فيك واقف في الثلاثه دول. ده المكان بتاعه. لما بتذكر نفسيتك، عارفين فاكرين يعني انتوا برضو ما بيننا عيش وملح على مدار سنين طويلة، ففي آيات هرناها يعني من الإعلان الروحي في وقتها. كمثال لما المرنم في سفر المزامير يقول يكلم النفس، فاكرين كم الآيات اللي فيها الكتاب المقدس يكلم النفس؟ آية مشهورة، لماذا يا نفسي أنت منحنية فيا، ترجي الرب. يعني ده بيصحصح نفسه، انت مكسوره ليه؟ ارفعي راسك وترجي الرب. الم اكن اتدرج مع الجماع لما كنا بنتحرك الى الهيكل؟ كلكم عارفين المزامير دي. فلماذا يا نفسي انت منحنيه فيا، ترجي الرب اني بعد ارجوه. ايه القصه؟ انك بتقوم رافع نفسك، بتتحدث مع نفسيتك لكي تقف مع روحك في مكان النعمه اللي انت مدعو انك تكون واقف فيه كابن، ككاهن، وكملك. لو نسيت كل حاجة، تذكر الثلاث حاجات دولة وظبط بصلة هويتك لآخر السنة. ناس كتيرة، تعليق جانبي يعني، ناس كتيرة لما تهاجم الخدمة عندنا يقول أصل الخدمة دي ما بتركزش على التلمذة. أكثر تلمذة تحصل في حياتك لو أنت تجاوبت مع الحضور الإلهي وخليت روحك ونفسك يرفضوا أي لحظة فيهم مش موجودة قدام الحضور الإلهي. الروح القدس هو أكثر معلم للتلمذة. يسوع لما تلمذ التلاميذ كان بيتلمذهم بالروح القدس. لما قعد معاهم كتلاميذ القصة كان ماشي معاهم، ما كانش قاعد بديهم محاضرات. التلمذة مش سيشن، مش كورس. يسوع كان بيتمشى مع التلاميذ وروح القدس عمال شغال فيهم. فاكرين بعد ما يسوع خلص ثلاث سنين من التلمذة كان جواهم إيمان وما كانش جواهم إيمان؟ ما كانش جواهم إيمان، ده وبخ عدم إيمانهم. هو إمتى التلاميذ ما انتوا شاطرين اهو؟ بعد سكيب الروح القدس. إذن التلمذة حصلت فيهم إمتى؟ لما انسكب الروح القدس وما لهم. طب إمتى التلمذوا؟ التلمذوا بحساسيتهم للروح القدس. تقول انت ليه دخلت في الحتة دي؟ أقول لك دخلت في الحتة دي عشان أقول حاجة، إنه ما تتصورش إن مفيش تلمذة في الروح القدس. الروح القدس عايز يتلمذك كل لحظة، عايز يقودك كل لحظة، عايز يقولك تيجي أقولك نعمل إيه دلوقتي؟ تيجي أقولك تتذكر إيه دلوقتي؟ تيجي أقولك. والروح القدس مليان حكمة، عايز يكلم كل واحد واحدة هنا طول الوقت، وعايز يديك حكمة تعمل إيه؟ ماذا ينبغي أن تفعل؟ أغلى طلبة كان بيقولها بولس الرسول، ده مش موضوعنا، بس أغلى طلبة كان بيقولها بولس الرسول في علاقته مع الرب وممكن يمشيك معها، قالها ثلاث مرات، مذكورة ثلاث مرات، بس اكتشف إن كان طول الوقت بيقولها. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟
ايه رايك لما تروح النهارده بالليل، انت بتعود يوم الاربع بالليل بعد ما تخلص اجتماع بتعمل حاجات معينه، ايه رايك وانت مروح البيت كده بمواصله ولا ماشي ولا ايا كان، وانت كده قول له يا روح الله عايز نعمل ايه النهارده بالليل. واوعى تتسوق، اوعى تكون متدين. انا عايزك اوعى تكون متدين، لان الروح القدس ممكن يقول لك انا عايزك تنام النهارده بدري. بس انا عارف دماغنا الشرقي ممكن انا عايزك تسهر معايا، ممكن البعض الرب روح القدس عايز يقول له اسهر، بس البعض روح القدس ممكن يكون عايز يقول لك عايز تنام بدري النهارده. لان روح القدس قال كده لإيليا وهو هربان، فاكرين؟ وهربان من إزاب، قال له كل نام. روح القدس عايز يتلمزك، لأن في بعض الأحيان يبقى عايز يقولك على مناطق معينة في الكلمة تقراها، في بعض الأحيان عايز يقولك عن سجود، في بعض الأحيان عايزك تقولك عن سهر، في بعض الأحيان عايز يقولك عن صوم. بس خلي بالك روح القدس عايز يتلمزك كل لحظة، وانت بتتمشى مع روح القدس، روح القدس بيظبط حياتك. ايه اللي دخلني في القصه دي عشان ارجع مره تانية اقول لك انت محتاج تتجاوب مع روح القدس لما يقول لك انت ليك ثلاث وظائف في العرش تلمز نفسك عليهم. يعني ايه تلمز نفسك؟ يعني درب حواسك عليهم. يعني دي مش وعظه، درب حواسك على ابن كاهن ملك، درب حواسك. انا ليه بقول لك كده؟ لان انا بعمل كده مع نفسي، أنا بحتاج أني أذكر نفسي غير لما بقى ده المعتاد بتاعي، أني أول ما أقف قدام الرب بقف في الثلاث وظائف دول من غير ما أفكر، لأني كنت عن قصد لفترات طويلة بوقف نفسي ابن كاهن ملك. طب أنا داخل أصلي أوكي أصلي كده بالروح كده وأشوف يعني الروح على حسب ما الروح هياخدني. قبل ما بصلي بالروح بقوم أذكر نفسي ابن كاهن ملك. هتفهم حاجة؟ انا بقول لك ان في تلمذة، بس التلمذة في الروح القدس، في تلمذة تحت عنوان كبير ماذا تريد يا رب ان افعل. انا مش بلغي كورسات التلمذة، مع احترامي لكل مدارس التلمذة الموجوده في السوق واللي مش موجوده في السوق، الاحياء منهم والاموات كلهم على عيني وراسي. بس انا عايز اقول لك تلمز نفسك مع الروح القدس، خلي الروح القدس يتلمذك. كورسات التلمذة زي الفل، بس بتفتح الكورس المشاركة نمرة واحد كذا، المشاركة نمرة اتنين كذا، في المشاركة نمرة ثلاثة يكلمك مثلا عن أيا كان الصلاة. بس الروح القدس عايز يتلمزك النهاردة مش عن الصلاة، عايز يتلمزك النهاردة عن التواضع. فتفتح الكورس تقرأ عن الصلاة، بس تفتح قلبك للروح القدس، الروح القدس يكلمك عن التواضع. أني واحدة هتلمزك؟ هتفهم حاجة؟ هل ده مهم انك يبقى عندك تعليم مرتب؟ 100% مهم ان عندك تعليم مرتب. هل مهم تدرس؟ 100% اكتر واحد مش اكتر واحد، بس انا لغايه دلوقتي بدرس. بس القصه مش كده، القصه ان التلمذه مش كورسات معلومات، التلمذه حياتيه. يسوع كان بيتلمذ التلاميذ في الحياه، ولما الروح القدس انسكب فتلمذهم كل يوم. امين. انا بقول لنفسي اطلع من الموضوع، خش في فهرجع مره تاني. ابن كاهن ملك، من فضلك تلمز نفسك على الثلاث وظائف دول. ذكر نفسك كل مره في البيت في الاوضه. عارف مش هقول لك ما ترفعش ايدك، يعني ما حدش يرفع ايده. كنت هسال سؤال، كم حد هنا بيصارع في وقته قعدته مع الرب؟ ما حدش يرفع ايده. حد عمل كده، هو لحق نفسه، هو قال ما يرفعش ايدي. البعض منكم حتى بطل يصارع في قعدته مع الرب. ليه؟ لانه رمى طوبتها، فهو سابها انه يسمع كليبات على النت ويبقى هدي وقت خلوته، او يتفرج على يوتيوب واعزل اخر متكلم في اي حته وبقى دي خلوته. ليه؟ لأنه فقد رجاءه في الوقت أنه يستطعم بيه. من فضلك ارجع، ثبت نفسك في الحتة، اقعد على كرسي مريح في البيت عندكم، وارفع قلبك وعينك للنعمة، وذكر نفسك بالتلاتة: أنا ابن في البيت، أنا كاهن في الهيكل، أنا ملك في العرش. جيب نفسيتك وأفكارك ومشاعرك من كل طلبات. أنا بكرر بس واضح ان في احتياج. جيب كل حاجه متشتته في دماغك، جيب الطلبات اللي انت محتاج تصلي لكذا ومحتاج تصلي لكذا وحاسس انها كومه تقيله، هبتدي بايه ولا ايه؟ بليز
وجيب كل نفسيتك وكل مشاعرك كل إنهاكك وكل إعياءك وكل استنزافك وحط نفسك في الحتة دي. أنا ابن في الهيكل، أنا كاهن في أنا ابن في البيت، أنا كاهن في الهيكل، أنا ملك في العرش. وكل واحدة من دول كده اقعد كده شوية، أنا ابن في البيت فده أبويا، فكل ما في البيت ميراث. واوعظ نفسك، تكلم نفسك، خلي لماذا أنت يا منحنية، لماذا أنت منحنية فيا يا نفسي، ترجي الرب إني بعد أرجوه، إني أطلب وجهه، لأن أنا ابن في البيت فأنا ليا وجه الآب. تكلم مع الرب، اوكي انا كاهن بقى في الهيكل، ففي اجواء من الهيكل، اجواء من الملك، انا قدام تابوت العهد، انا ليا ثقه بالدخول لقدس الاقداس. اوكي فانا ملك في العرش، اذا في هيبه. وتتذكر بقى حبه ايات، انا في الاجتماع الغريب اللي بحضره ده في زكريا 3، انا فاكر زكريا 3 ويهوش على بالثياب قذره بس واقف قدام الملك ومديك مسالك بين الواقفين. فتتذكر تقوم فاتح كتاب مقدس ورب يبتدي يحرك الميه جواك. درب، تلمز نفسك، خلي الروح القدس يتلمزك ويتلمز قعدتك. ولما تخلص القعده او تحس انك جبت اخر ما عندك، قل له اسم ماذا تريد يا رب ان افعل، عايز تقول لي ايه؟ امين. ايا كان الموسم اللي انت بتمر فيه، انا ده مش المشاركه، دي تنبيهات، احنا لسه بنتكلم على اسكندريه. أيا كان الحالة الروحية اللي أنت بتمر بيها، ليك نعمة. ربنا يخليك ليه. غير أختي الباقي بقى، أيا كانت الحالة الروحية اللي أنت بتمر بيها، ليك نعمة. طيب أوكي، صوت الخناشير طلع، مين؟ فلو بتمر بحرب، لو بتمر بإعياء، لو بتمر بوقعات، أيا كان الموسم اللي انت بتمر بيه، أيا كان، مفيش حد منا بتخرج من حالة النعمة ويخش على مواضيع تانية. أيا كان نفسيتك فين، انتصاراتك فين، غلبتك او هزيمك فين، انت ليك انك تمد ايدك وتقول يا رب اسكب نعمه. لو بتمر بحروب روحيه قبل ما تخش الحرب، اتملي بالنعمه. لو في هزايم وسقطات عشان تعرف تنفضها من على حياتك، بتمد ايدك اسكب يا رب نعمه. أيا كان ما تمر بي، ممكن تمد إيدك. أقرأ لكم آية، طب تيموساوس الأولى لصاح الأولاني، تيموساوس الأولى ولصاح الأولاني، حارة من نص آية 13 وآية 14 مشهورة في وسطينا، لكني رحمت. نقرأ 13، كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا، لكني رحمت. خروجا عن بولس، بس تعال نكمل، لأني فعلت بجهل. حد هنا في بعض أحيان غلط غلطات عن جهل؟ ممكن ترفع إيدك. لأني فعلت بجهل، أوكي، في عدم إيمان. حد هنا عمل حاجات هنا من عدم إيمان؟ أوكي. فعلت بجهل في عدم إيمان، بس إيه؟ تفضلت نعمة ربنا جدا. ده مش عارفين تفضلت دي يعني. ومش تفضلت بس، بحب كتاب مقدس لما الروح القدس لما يقوم، تفضلت إيه؟ جدا. أصل أنا كنت محتاج زيادة، يعني في نعمة وفي نعمة جدا، في نعمة زيادة. ما عرفش عنك، بس اوعى تتصور انك ممكن تتخرج من حالة النعمة. اوعى تتصور انك ممكن تتخرج من عارفين ايه تتخرج؟ يعني تخلص الكورس بتاع النعمة، التلمست، دخلت كورس تلمزة وخلصنا كورس النعمة، خلاص ما فيش حاجة اسمها كده. اوعى تتصور انك ممكن تخرج من الحتة دي.
لأنه هذه المنطقة هي قاعدة إطلاق أي حاجة تانية وأي مواسم تانية في حياتك. تفاضلت نعمة ربنا جداً. كل حاجة في حياتي أنا عايزة تتنقع في زيت النعمة وتتفاضل تزداد النعمة جداً. كلكم عارفين إن كسرة الخطية تزداد النعمة جداً. بس اللي أنا مشغول بيه مش كسرة الخطية، اللي مشغول بيه إن أياً كانت حالتك، أياً كان ما تمر بيه، أياً كان المواجهة، الإعياء، الدوشة، اللخبطة، أياً كان إنك بتستخبى وبتلملم نفسك في هذا الزمن وتطلب وتركز، فعلت بجهل، فعلت عن عدم إيمان، بس تتفاضل نعمة ربنا جداً مع الإيمان والمحبة. أمين. لأنه الأزمنة اللي جاية هنحتاج فيها النعمة الزيادة لكل المواجهات اللي جاية. أوكي. أول ما بقول كلمة مواجهات، الوش بتاعنا بيلبس وش معين. فأنا النهاردة عايز إيه؟ أقوم خابط معك. خابط معك في إيه؟ أنا كده دخلنا في الجد. مين ضحك علينا وقال لنا إن المواجهات دي حاجة بايخة؟ مواجهات الملكوت دي مواجهات انتصار دائم. مفيش مواجهة حصلت في الكتاب المقدس لم تؤدي إلى انتصار الملكوت. مواجهات الملكوت منتصرة 100%، مش 99.9%. يعني لو أنت داخل مواجهة والملكوت في صفك، ريلاكس. أياً كان نوع المواجهة اللي بتمر بيها، أنا جات لي ورقة، بس الورقة دي نكشت فيا حاجة كنت عمال شاعرها الأسبوع ده. أي مواجهات في المحاكم، أي مواجهات في الأوراق للعدل، فاكرين من أول 2020 عدل، بر، حكم، قضاء، أربع الكلمات دول هتزداد لغتهم في الكنيسة، لأن دول أسلحة، دول نعمة رب يسكبها، دول مش كلمات بايخة، دي كلمات نعمة رب يسكبها على الكنيسة عشان تحارب بيهم. أي مواجهات الملكوت في صفك فيها، ادرك إن ليك غلبة فيها. احتياطي هقول مرة تاني، انت عندك مواجهات مع ضعفات، فدي مواجهة ملكوت ولا مواجهتك انت؟ لا، دي مواجهة ملكوت، لان الملكوت فيك والضعف قدامك، فدي مواجهة ملكوت. حولها بقى من مواجهة شخصية لمواجهة ملكوت. اي مواجهات الملكوت في صفك فيها، تقول لي عندي مواجهة مع قيود قديمة، تقول لك ايه نوع القيود؟ تقول لي كذب، غضب، عنف، نجاسة، اكتئاب، ايا كان نوع المواجهه. اوكي، المواجهه دي قدام ايه؟ قدام الملكوت اللي فيك ولا قدامك انت باسمك؟ لا، ده قدام الملكوت. اوكي، طالما بص مفيش في الكتاب المقدس حصلت مواجهه الملكوت تدخل فيها وانتهت لصالح العالم، دائما بتنتهي لصالح الملكوت. انا بس ببخ بيروسول على دبان، أصل أنا بمر بمواجهات ومش عارف أعمل فيها إيه. حبيبي، الملكوت في صفك ولا مش في صفك؟ لو الملكوت في صفك، في صف المواجهة اللي أنت بتمر بيها، افرد صدرك، لأن مواجهة ملكوت مش مواجهتك، والملكوت دايماً بيكسب في كل مواجهات. الحالة الوحيدة لك ما تكسبش فيها إنها تبقى الملكوت مش في صفك فيها. لو الملكوت في صفك، لو الموضوع قداسة، لو الموضوع بر، لو الموضوع عدل، لو الموضوع امتداد للملكوت، لو الموضوع حضور الرب وسلام الرب من أجل خلاص نفوس، أياً كان أي مواجهة ملكوت الرب في صفك فيها، افتح صدرك وخش بجرأة بإيمان، ما تترددش، ما تخافش، ما تضطربش، بالعكس ثبت وجهك وتقدم بإيمان، لأن كل مواجهات الملكوت 100% بدون استثناء تؤدي إلى انتصار. خليني أبص معاك على حبة آية دانيال، سفر دانيال، بصوا كتاب يسوع نفسه، مواجهات يسوع مع العالم أخبارها إيه؟
ايا كان نوع المواجهه، من اول رجل ذو اليد اليابسه للابرص للمقعد من بطن امه للاربعه شايلين الراجل المفلوج المليان خطايا ومليان قصص للي كان على بركه بيت حسده اللي بقاله 38 سنه وكان جواه حاجات مش مظبوطه، قالوا لا تخطئ ثانيه لا يكون لك اشر، لغايه العازر. كل دي مواجهات. سؤال ده يسوع اقول لك تعال نرجع بص معايا على دانيال. انا كنت عايز ابص على دانيال عامه. سفر دانيال سيزداد في 2020 الإعلان منه. انبسطت يعني؟ دانيال ثلاثة. دانيال ثلاثة. بصوا دانيال أنا بالنسبة لي سفر دانيال ده سفر نبوي كله، المفسرين والشراح ومدارس اللاهوت ولا لا، يقول لك دانيال متقسم نصين من واحد لسبعة، من واحد لستة ده أسفار أصحاحات تاريخية، وبعد كده من سبعة لآخر دي أصحاحات نبوية. الحقيقي دانيال كله على بعضه سفر نبوي حتى في القصص بتاعته، ليه؟ لأنه بيحكي عن جيل حيواجه الهيكلة بتاعت بابل ومادي وفارس وينتصر وهو فيها. ده الجيل بتاع حضرتك وحضرتك وإحنا. فطول الوقت بابل ومادي وفارس بتعمل مواجهة، والدانيال والثلاث فتية في حالة مواجهة. دانيال ثلاثة قصة كلكم عارفينها معروفة يعني، بس أنا بذكر روحك. دانيال ثلاثة لما نبوخذ نصر، فاكرين عمل تمثال وقال حد ناس تسجد لما تسمع الصوت؟ عدد 15، فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصنطير والمزمار وكل أنواع العسل. دي ليها علاقة طبعا أنه كان بيعمل، مش موضوعنا دلوقتي. أن تخروا وتسجدوا للتمثال الذي عملته، إن لم تسجدوا ففي تلك الساعة تلقون في وسط أتون النار المتقدة. بص بقى الجزء الأخير من الآية، اتفرجوا عليه معي. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ عارفين نبوخذ نصر عمل إيه؟ نقل المواجهة هو والثلاث فتية، وأم رفع المواجهة ما بينه وما بين الرب. من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ بس غلط. حد فهم؟ هو كان لغد دلوقتي الموضوع وان تو وان. غلط بأمانة، مش بهرج، هو غلط. هنا وقع في الغلط. مين الإله الذي ينقذكم من يدي؟ أوكي. فالرب وسع أنتوا يا ثلاثة، أنا نازل بنفسي. كل مواجهة للملكوت محسومة. هتفهم حاجة؟ هتفهم حاجة؟ هنا الكي، هنا الموضوع اتحسم. من هو الإله الذي ينقذكم؟ اترفع الموضوع. أنا عارفين ده بالنسبة لي إيه؟ أنا بالنسبة لي إيه؟ إن في كل مواجهة أنا بمر بيها، في كل مواجهة الخدمة بتمر بيها، أنا هصدره. هحول، أنا اللي هرفع مستوى المواجهة اللي جاية قدامي. ما تتعاملش معايا، اتعامل مع اللي بعتني. حد فهم حاجة؟ اتعامل مع اللي بعتني، اتعامل مع اللي ساكن فيا. ما تتعاملش معايا، مش هنتعامل فيستو يعني، مش نبوخذ نصر في وش الثلاث فتية. لا، من هو الإله؟ حلو قوي. حد فهم حاجة؟ الآية دي بتقول لي أعمل إيه؟ الآية دي بتقول لي المواجهة مش مواجهتي. لو المواجهة للملكوت اللي أنا ساكن فيه، اللي ساكن فيا، اللي في ظهري، لو الملكوت في صفي، أنا بخلي المواجهة اللي قدامي مع الملكوت اللي في صفي، لأنها بتبقى محسومة. أنا مش هكمل القصة، كلكم عارفين شبيه ابن الآلهة مشي معاهم. حول كل حاجة. نبوخذ نصر قال الآيات والعجائب اللي صنعها مع الرب حسنا عندي أن أخبر بها. انتهت هذا الإصحاح بهل كده، قال دول غيروا. قال تبارك، عدد 28، أجاب نبوخذ نصر قال تبارك إله، فكين من هو الإله؟ تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدناغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه. غيروا كلمة الملك، غيروا كلمة الملك وأسلموا
أجسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لإله غير إلههم. مني قد صدر أمر كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو يصيرون إربا. ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. ما فيش مواجهة للملكوت لا تؤدي إلى انتصار 100%. أنا بس برفع إيمانك. لو الملكوت في صفك، وأنا عايز أقول لك الملكوت في صف كل قداسة، الملكوت في صف كل بر، الملكوت في صف كل عدل، الملكوت في صف كل امتداد وخلاص للنفوس، الملكوت في صف كل سلام وراحة لأن إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. ملكوت، لو الملكوت في صفك ريلاكس وصدر الملكوت وصدر إله الملكوت في المواجهة اللي أنت بتمر بيها. من يوم الاثنين اللي فات بالليل الحقيقة لغاية النهاردة الصبحية عمالة بتجيلي رسائل كتيرة عن نتائج شهادات عن نتائج اجتماع الاثنين. لو أنت ما سمعتوش اسمعوا، بس هو كان كنت محتاج تبقى موجود في اجتماع الصلاة كمان. ليه؟ لأنه كم المواجهة النارية اللي كانت حصلة في اجتماع الاثنين مع الإله الذي يحرق الملوك اللي قدامك، مواجهة حقيقية. والشهادات اللي جات لي من بلاد متنوعة الحقيقة حقيقية جدا. عايز شجعك جدا، لو الملكوت في صفك الملكوت بيحرق الملوك اللي واقفين قدامك. لو الواقف قدامك ملوك بيتم التعامل معاهم لأن الملكوت اللي في صفك ناري. خليني أقرأ لك قصة تانية من دانيال، دانيال 5. بلتشسر ده ملك تاني عمل وليمة، فأمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخذها أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في أورشليم. عدد 3، حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم. دي آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في أورشليم. ده سلب لكنز ولآنية ذهب مكانها الهيكل. خلي بالك، ده سلب لكنز لآنية الذهب مكانها الهيكل. وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراري، كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر. عملوا إيه؟ وقعوا في الغلط. أخذوا آنية مخصصة مكرسة لهيكل الله وسبحوا إله الذهب. دخلوا نفسهم في الخية زي ما بيقولوا في الشارع. عارفين إيه الأنية الذهب اللي مكانها الهيكل النهاردة؟ ربنا يخليكم، أنت. ولما العالم يقول لك الأنية دي أنية عادية، هو دخل نفسه في مواجهة هو مش قدها. الوحيد اللي ممكن يخليك إناء عادي هو أنت مش العالم. مواجهاتك مع العالم مواجهات منتصرة لو الملكوت في صفك ولو ذكرت نفسك أنك أنت الملكوت في صفك. أول ما عمل كده كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب. في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بأذاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك، والملك ينظر طرف اليد الكاتبة. حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره، انحلت خرز حقويه واستقت ركبتيه. ده إيه؟ ده مجرد لأنه دخل نفسه في مواجهة مع الملكوت. دخل نفسه. خلي بالك، بابل طول الوقت بتحاول، بابل طول الوقت بتقف قدام الملكوت اللي في حياتك. احنا لم ندرك فيما بعد، لسه ما نورتش جوانا للآخر مواجهات الملكوت محسومة. الملكوت بيحسمها بانتصار 100%. السماء في حالة واحدة. فاكرين لما تآمر ملوك الرب، ملوك الأرض على الرب وعلى مسيحه، ايه اللي كان حاصل؟ مزمور 2، الساكر في السماوات بيعمل ايه؟ ايه الحالة اللي حصلة في السماء؟ بيضحك. ساكن سموات يضحك، رب يستهزئ بهم. في حالة يجب أنها تكون موجودة جواك. لو الملكوت في صفك أنت في حالة السماء. أوكي، في حالة في السماء اسمها
ساكن السماوات يضحك وفي صوت في السماء ما بيتغيرش ايا كان اللي بيحصل. اشعيا 6، اشعيا 6، عرفتوا الصوت؟ ايه الصوت؟ انتوا قلتوا اه، انتوا قلتوا اه، في صوت واحد حاصل في السماء في سنه تحت سنه وفاه عزية الملك. سنه وفاه عزية الملك دي يعني سنه نهايه النهضه، لان عزية واشعيا كانوا عاملين نهضه مع بعض. سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالس على كرسي على المرتفع، أزياله تملأ الهيكل، سرافيم واقفين فوقه لكل واحد 6 أجنحة، كلكم عارفين، باتنين يغطي وجهه باتنين يغطي رجليه باتنين يطير. هذا نادى ذاك في صوت حاصل: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. هو مجده كان ملء كل الأرض؟ نو. بس الصوت اللي في السماء: قدوس 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 مجده ملء كل الأرض. إيه اللي حاصل في الأرض؟ مؤامرة من ملوك الأرض ضد الرب وضد مسيحه. ايه اللي حاصل في السماء؟ حاله رب يضحك. ايه اللي حاصل في الارض؟ وفاه عزية. ايه اللي حاصل في السماء؟ قدوس مجده ملء كل الارض. لو الملكوت في صفك، انت في حاله من ضحك الاب، وانت في حاله من صوت السماء اللي بيقول قدوس قدوس قدوس. ده رباب يعني، في أنواع كثيرة من الآلات والعزف. أيًا كان نوع المواجهة، في حالة في السماء الرب يضحك، وفي صوت في السماء قدوس قدوس مجده ملء كل الارض. تقول لي بس ده مش الحاصل في الارض. اقول لك اه، اللي حاصل في الارض وفاه عزية، اللي حاصل في الارض مؤامره من ملوك الارض، لكن اللي حاصل في السماء هو الملكوت. ولو الملكوت في صفك، حالتك حاله السماء وصوتك صوت السماء: قدوس 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 مجده ملء كل الارض. مفسرين كتير يقول لك: فاهتزت اساسات العتب وامتلأ البيت دخان. ده في الارض، يعني الصوت في السماء، السرافين بيقول قدوس، الأساسات في الأرض بتهتز. لما الصوت اللي بيتردد جواك صوت الملكوت اللي في صفك وتبتدي تردده، الأرض بتهتز، لأنك جبت صوت السماء على حياتك في الهيكل بتاعك. النهاردة في العهد الجديد أنت كاهن فين؟ في الهيكل. لو سمعت الصوت اللي حاصل في السماء وبتتردده في الهيكل بتاعك اللي موجود في الأرض، تهتز أساسات الأرض، لأنك جبت الصوت في حالة. بس الصوت اللي انت جبته مش من الحالة اللي حصل في الأرض، انت جبت الصوت جاي من حتة تانية، صوت غريب، صوت من الفضاء. هو مش من الفضاء، هو من السماء، هو من العرش. فكل أرض مضطربة وانت جايب حالة ضحك، ساكن السماوات يضحك. كل أرض في حالة عزية الملك وانت جايب صوت من السماء بيقول قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. لحواليك بيقول ده تجنن، مجده مش ملء كل الأرض، بس الصوت اللي في السماء شايف كده. الطبيعة النبوية بتاعت الكنيسة، الطبيعة النبوية بتاعت الكنيسة هي عايشة في حالة حصلة في الملكوت وصوت خارج من الملكوت طول الوقت أيا كان اللي حاصل في الأرض. فالحالة ثابتة في السماوات، ساكن السماوات يضحك. الصوت ثابت في السماوات، قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. انتوا ما سمعتوش، هقولها مرة تاني. الحالة ثابتة في السماوات، ساكن السماوات يضحك. والصوت ثابت في السماوات، قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. والإدراك بتاع كل شعب الرب اللي مدركين ان الملكوت في صفهم في أي مواجهة، فبيخش المواجهات بحالة السماء وبصوت السماء. مش بيخشوا الملكوت من اضطراب الأرض، مش بيخشوا المواجهة من اضطراب الأرض. فاكرين الثلاث فتية؟ أنا ما كملتش القصة عشان مجرد أنكم تعرفين القصة. لما نبوخذ نصر قال لهم: من هو الإله الذي ينقذكم من يدي؟ أفاكرين هو ردوا عليه قالوا له إيه؟ ليس لنا أن نجيبك في هذا، مش إحنا هنرد عليك. حد فهم حاجة؟ مش احنا هنرد عليك. في قصة مختلفة خالص. ليه؟ احنا في حال يعني بننقل نفسنا من حالتنا، من اضطرابنا، من كان بيشغل موسيقى وصوت عود وصوت رباب زي التليفون بتاع اخويا. ماشي، واول ما تسمعوا الصوت ده اسجدوا، اطلع من نفوخي.
ليه؟ ليس لنا أن نجيبك في هذه، أنت رفعت المواجهة للملكوت بتاعنا. في حالة واحدة في السماء وفي صوت واحد خارج من السماء، ولتكن دي حالتك وليكن ده صوتك، لتكن دي حالة قلبك وحالة إيمانك، ولتكن ده الصوت اللي بتردد جوه الهيكل بتاعك، لأن مفيش حالة أخرى. وكل مواجهة من مواجهات الملكوت في كتاب مقدس انتهت 100% لصالح الملكوت، بس تأكد أن الملكوت في صفك في المواجهة. أوكي، دي أول وعظة النهاردة، في اتنين كمان. سفر التكوين، بس صغيرين صدقوني، ما تقلقوش، ما تبصوش في الساعة، صغيرين. طيب، مزمور 136، دي المشاركة نمرة 2، لازم يتقالوا 3 مع بعض. مزمور 136، بس هو مزمور طويل، بس مش هنقراه كله، هو 26 آية. ليه مش هنقراه كله؟ لأنه هو ترنيمة، احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد إيه؟ رحمته. أوكي، بعد كده زي ما يكون القرار، وكل شوية المزمور يكرروه. حلو قوي، كلكم عارفين الجملة دي لأن بقولها كتير. كل مرة كان الشعب بيرنم بيعلن احمدوا الرب لأنه صالح، كان مجد الرب إيه؟ بيملى الهيكل. ده ارجع ورايا وادرس. كل مرة الشعب كان بيرنم هذا الإعلان الروحي، كان مجد الرب يتراءى. كل مرة إعلان صلاح الرب وإعلان رحمة الرب وإعلان جود الرب، كان مجد الرب يتراءى. أوكي، يبتدي المرنم يحكي عن نقاط معينة ويقوم راجع للكورس ده، لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته، فيقوم أي الموضوع بعد يرجع للكورس، يرجع للقرار، كأنه بيقول بيت وقرار، بيت وقرار، بيت وقرار. لما تبص بقى على المواضيع اللي بيقولها كلها معجزية، كلها آيات وعجائب، يعني عدد 4، الصانع العجائب العظام وحده لأن إلى الأبد رحمته، الصانع السماوات بفهم، واخدين بالكم؟ فبتكلم عن لأن إلى الأبد رحمته. أوكي، حنط معاك لحبة آيات. 11، أخرج إسرائيل من وسطهم لأن إلى الأبد رحمته. 10، ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. عدد 12، بيد شديدة وزراعة ممدودة. حلو أوي. عدد 17، ضرب ملوك عظماء لأن الأبد رحمته، قتل ملوك أعزاء لأن سيحون ملك أمورين لأن الأبد. أوكي، عدد 21، أعطى أرضهم ميراثا لأن ميراث عبده لأن إلى الأبد رحمته. أوكي، فكل الليستة كلها إيه؟ غير إلى الأبد رحمته، كلها إيه؟ آيات وعجائب، عبرهم من مصر، صنع معهم عجائب. أوكي، متفقين معايا؟ في الوسط في جملتين أنا عدتهم، هنرجع ليهم. عدد 8، الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته. شايفين معايا؟ الشمس لحكم النهار لأن إلى الأبد رحمته، القمر والكواكب لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته، ضرب مصر مع أبكارها لأن إلى الأبد رحمته. حد فاهم حاجة؟ أوكي، الليستة كلها آيات وعجائب، الليستة كلها معجزات. وبعد كده قال لك الشمس لحكم النهار، دي معجزة؟ عنك انت يا ستي. ما انا مش عارف اختي قالت ايوه على ايه، بس انا هو مش بيتكلم عن الشمس الطبيعية، لانه هو بيتكلم كل الليستة. ارجع وراي، كل الليستة معجزات، كل الليستة معجزية، كل الليستة روحية. اللي عبرهم من أرض مصر، اللي صنع أحكام بآلهة المصريين، اللي وأكلهم في البرية، اللي دخلهم أرض ميراث، اللي صنع معاهم مش عارف إيه، كلها سوبر ناتشر، كلها معجزية. وفي الوسط يقول لك الشمس لحكم النهار، دي فيزياء مش معجزة، بس هو مش بيتكلم عن الشمس لحكم النهار، القمر لحكم الليل لأن إلى الأبد رحمته. الاثنين دول طبيعيين لو قرناهم بالعربي في وسط لستة معجزية. أنا قادر أوصل لجوايا؟ فالقائمة كلها معجزية، واثنين في وسطيهم جغرافيا، يعني طبيعي الشمس في النهار والقمر بالليل، مش محتاجة فقاقة.
بس هو مش بيتكلم عن الشمس الطبيعية والقمر الطبيعي، هو بيتكلم عن حاجة عمال الإعلان فيها يزداد في هذا الزمن. ويمكن بعضكم خد باله أنا عمال بقولها يا إما في الصلاة يا إما حكم النهار وحكم الليل. بصوا في موضوع يجب أن يسترد في هذا الزمن. فنمرة واحد الثلاث وظائف، نمرة اثنين المواجهات الملكوت دايما منتصرة، نمرة ثلاثة النهاردة استرد السيادة، سيادة روحك على النهار وعلى الليل. لأن مقاصد الرب إن مفيش مرحلة زمنية، مش بقى مرحلة زمنية أشهر ولا سنين، نو، ولا مرحلة زمنية من نهار وليل. كل مرحلة لا تعلن سيادة الملكوت عليها في حاجة تانية بتسود عليها. أوكي، هستعمل الآية تكوين أربعة وبقى هختم بآية وعشان المشاركة تبقى ظاهرة. تكوين أربعة، فاكرين الرب قال إيه لقايين؟ قال الرب لقايين، تكوين أربعة ست آية مشهورة، لماذا اغتصت؟ لماذا سقط وجهك؟ البعض هنا بيقوم خروج عن قصة قايين، أنا باخد المعنى الآية. البعض هنا بيخلي أمور معينة تغيظه أنا صليت وما حصلش نتيجة. تعرف حد بيقول كده الجملة؟ أوكي، ويبقى كأنه يعني ربنا غلطان. ريلاكس بس. لماذا اغتصت؟ لماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ يعني لو قدمت ذبيحة بحسب القصد الإلهي في الروح القدس، مش الرب هيقوم رافع الذبيحة بتاعتك ويقبلها عنده؟ إن لم تحسن فعند باب خطية رابضة إليك اشتياقها. يعني إيه؟ على مستوى الطبيعي لأنك جسدي ممكن تتزحلق فيها بسهولة، لكن آخر حتة دي مهمة قوي. وأنت استرداد السيادة مهم جداً. بص الرب يقول له ايه، بص يا قايين، انت لو انت احسنت كل حاجه تبقى مرفوعه، اجنحتك مرفوعه. لو انت في حاله جسديه النهارده اوعى تنسى السياده، انت ممكن تسود حتى لو انت في حاله جسديه، فتقدر ترفع نفسك مره تاني. انت تسود في حاجه واقفه على الباب، انت تسود عليها. في حاجه واقفه على الباب على مستوى الارضي لازم تسود عليها. تحت الشمس والقمر أنت تحتاج أن تسود على النهار وتحتاج أن تسود على الليل. ليه؟ الرب عايز ما فيش موسم أوكي، مش عايزك تقضي نهار من غير ما تعلن سيادة الملكوت على نهارك، ومش عايزك تقضي ليلة بدون ما تعلن سيادة الرب والملكوت على الليلة بتاعتك. بصوا المعنى بسيط جداً، بس المعنى تحت عنوان سيادة، السيادة على يومك. لو أنت لم تعلن سيادة الملكوت، أنا بطلب منك إيه؟ هي صلوة، إعلان سيادة. الشمس لحكم النهار. خلينا أقرأ لك آيات ربنا شغلني بيهم في اجتماع الاثنين اللي فات في اجتماع الصلاة. مزمور 91، كلنا حافظينه. مزمور 91، الساكن تمام في ستر العالي في ظل القدير يبيت. طبعا ده مزمور اوكي، مش هنخش في الحته بتاعه الصلاح الالهي والسماح الالهي خالص. ما تعليق جالي حد، كنا في خدمه بره، يعني مش في السبت والاثنين والاربع، كنت في خدمه يوم الاحد اللي فات. جالي حد بعد ما خلص الخدمه قال لي يا دكتور نادر، انت المفروض كراستك كلها تبقى عن حاجه بتاعه السماح الالهي دي. خدمتك كلها تتلخص في اني في إساءة استخدام لكلمة السماح الإلهي. هذا الشخص، انتم مش عارفين، ما ممكن احقق، هذا الشخص كان حينتحر، وكان لظروفه المرضية بياخد أدوية معينة، والأدوية المعينة دي لو كتر منها ينتحر. فكان وصل لحالة صعبة جدا فقرر الانتحار، ولأنه يسمع عننا من زمان وقع حظه على اليوتيوب على السماح الإلهي. هذا الشخص هو قال لي كده، أنا موجود النهاردة في الأرض بسبب مشاركة السماح الإلهي. بصوا كم إبليس بيستخدم هذه الكذبة
ان الرب هو اللي عامل فيك كده، الرب هو اللي سامح انك تمر بكده، الرب هو اللي سامح في اساءة الاستخدام لهذا التعبير بطريقة غير عادية في السوق الروحي. إلهنا صالح ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. إلهنا صالح ما عندوش تغيير، مش بيقلب وشه، مش بيقلب وشه، العالم بيقلب وشه، إلهنا مش بيقلب وشه. مزمور 91 يقول لك كده: ساكن في ستر العالي في ظل القدير لا تدنو ضربة من خيمتك. أستخبى في ظله اللي هو سمح أنه يضربني، أروح أستخبى من مرضي عند اللي سمح بمرضي، أروح أطلب حريتي من اللي سمح بتربيتي. الساكن في ستر العلي. تعال نرجع مع بعض لموضوعنا مزمور 91. أنا بس عشان الوقت، عدد 5: لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار. حتى المرنم هنا، طبعا أنا ممكن أقرأ لك كل الآيات لأنه هو طول الوقت عمال بيكلم عن موسم وموسم، نهار وليل، وبأ في الدجة ده بالليل ماشي، ولا من وبأ يسلك في الدجة ده في الليل، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة ده في النهار. فيقول لك في أنواع حروب بالليل وفي أنواع حروب بالنهار. عايز تاخد رأيي كمان، أقول لك أنا كمان أقول لك إن القصة مش نهار وليل، القصة حالة نهار وحالة ليل في حياتك الروحية. بس على مستوى كمان أرضي، ما أعرفش عنك بس أنا بقيت بعمل كده. أنا بعلن سيادة الرب على يومي الطبيعي وبعلن سيادة الرب على ليلي الطبيعي. محتاج تسترد السيادة، لأن في بعض أحيان في وباء في الدجة وفي بعض أحيان بيبقى فيه هلاك في الظهيرة، نوعين مختلفين. في بعض أحيان بيبقى فيه خوف في الليل وسهم يطير في النهار، حاجة بتحصل في النهار وحاجة بتحصل بالليل. ورب يقولك محتاج تسود ليه؟ لأن حط الشمس الحكم. ولما تقرأ كلمة حكم يعني تجج، يقولك الشمس بتحكم، عشان كده العربي قال الحكم. بس لما تقراها في الـ في الـ في الـ في العبري يعني حد على كرسي القضاء وبيحكم على النهار، بيقول صوته على النهار، ايه النهارده يحصل فيه ايه. ففي حكم، في قاضي على النهار وفي قاضي على الليل. ويقول لك جعل الشمس لكي تحكم على النهار والقمر لكي يحكم على الليل. تعرفوا ان اولاد الرب كالكواكب؟ أنا مش عايز أطول في الحتة دي. في استرداد للسيادة من فضلك. لما بتفقد السيادة في آخر بيسود عليك. إيدك المرفوعة قدام العرش هو ده الملك، فاكرين؟ ابن في البيت، كاهن في الهيكل، ملك فين؟ إيدك المرفوعة في العرش هو إيد إعلان سيادة الملكوت اللي في صفك على مواسم حياتك، نهار أو ليل. ما اعرفش عنك انت بتعمل ايه بالكلام ده، مش وعظ. انا بالنسبه لي انا اول ما اصحى سيادتك على النهارده، حكمك، اصدر احكامك واصدر شرائعك واصدر كلامك. ماذا تريد يا رب ان افعل؟ دي قصه. ماذا تريد يا رب ان تحكم انت على النهارده بايه؟ قبل ما بخش انام يا رب سيادتك على الليل، بغطي بيتي، بغطي كل ايه، بعلن السياده، انت تسود عليها، مش بس على ليلك ونهارك. حاجة تانية في النقطة دي، أنا آسف، كورنثوس الثانية 10، أنا عايزك تسود على حاجة تانية كمان. كلكم عارفين الآية، كورنثوس الثانية 10:5: هادمين ظنون. أنتوا لسه كويسين؟ هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأسرين إيه؟ جاء الوقت إنك تدرك كل فكرة بتأتي جواك سلبية وتستأثرها وهي لسه نزلة، ما تسيبهاش. جاء وقت انك تسود على افكارك. ليه؟ لانك لما بتترك افكارك تتحرك في النيجاتيف. دي ممكن وعظة لوحدها، انت وعظها بقى لوحدك. يقول لك يسوع لما كانوا قاعدين يفكروا مين اعظم، يقول لك شعر يسوع بافكارهم مرتين. ذكر حد بيشعر بالأفكار؟
الشعور ده في المشاعر والأفكار دي في الدماغ. يقول لك شعر يسوع بأفكارهم، لو تقراها في اليوناني تجدها مظبوطة في العربي. مرتين، مرة لما كانوا بيفكروا مين أعظم، ومرة تاني لما فاكرين لما قال المفلوج قوم احمل سيرك وامشي، فقال له مين ده المغفور لك خطاياك، فقال له مين ده له السلطان يغفر. يقول لك فشعر يسوع بأفكارهم، يعني هم بيفكروا فكرة هو حسها. أفكارك بتطلع ترددات سلبية تستقبل في المشاعر، كل فكرة سلبية بتطلع تردد يستقبل في المشاعر، فالفكرة السلبية بتطلع مشاعر سلبية بتحصد أجواء سلبية. جاء وقت أنك تستأثر تسود على كل فكرة سلبية، كل فكرة خوف، كل فكرة بتقع جواك. من فضلك أول حاجة لازم تخرج من بقك أول ما الفكرة تستقر في ذهنك هي النو. كل فكرة خوف لا، كل فكرة سلبية هتعيا لا، هيحصل حاجة مش مظبوطة مش عارف مين لا. حد فاهم حاجة؟ مستأثرين كل فكر إلى إيه؟ طاعة المسيح. وبالتالي ببساطة حول هذه الفكرة، أول سود عليها أنت تسود، هي فكرة واقفة على الباب بس أنت تسود عليها، حولها إلى طاعة المسيح. يعني اقلبها إلى آية، اقلبها إلى كلمة، اقلبها إلى حق، اقلبها إلى عكس. شباب ال شباب ال المراهق أنا بحب أقعد معاهم، فحد كان قاعد معايا بيشاركني عن أصدقاء لي في الدراسة، والأصدقاء دول عايشين في حالة سواد غير عادي، بس هم أصدقاء لي سواد غير عادي، سواد يعني. وكان سؤاله اللي هو جاي بيه في الأغلب هو مبعوث بيه من أهله، يعني أكمل مع الدائرة دي ولا لأ؟ حد طلع لأ. خروجا عن إجابتي أو لأ، أيوة، أول ما ابتدينا نصلي مع بعض كانت صلاتي، لأنه قال أشخاص يعني، كانت صلاتي يا رب تعالى بمجدك وتعالى بخلاصك وتعالى خلص فلان وفلان 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 في الدائرة بتاعته. وفجأة أم رجل قال لي الولد، يعني قال لي أنت بتعمل إيه؟ إحنا ما اتفقناش إن هنصلي لهم، أنا جاي عشان أنت تصلي لي. كم المعجزة اللي حصلت من خلال أخونا ده في الدائرة دي، لما هو أدرك أنه كل الكلام السلبي ده تيجوا نحوله إلى طاعة المسيح، تيجوا نحول المجموعة دي الجروب ده كله إلى طاعة المسيح، تيجوا نحول اللي حاصل والدعارة إلى طاعة المسيح. وأول ما أدرك أنه الترابيزة ممكن تتقلب بالعكس، إن هو مش في حالة ديفنس، لكن في حالة إنه ملكوت يمتد من خلاله على هذا. ده مش معنى كده إنك تبقى موجود في دائرة وحش، لكن معنى إنه إلى طاعة المسيح، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، لأن لو فكرت بحسب فكر المسيح رب عايز يعمل معجزة في كل دوائر سلبية محيطة بك. فسيادة على الأفكار، مش معنى كده ما تاخدش تقول نادر بيقول عايشين في دائرة وحشة يفضلوا قاعدين في دائرة وحشة، نو. بس أنا بقول لك استأثر كل فكر إلى طاعة المسيح، استأثر كل فكر إلى طاعة المسيح، حول كل فكرة سلبية. إيه الحق بيقول إيه هنا؟ الحق بيقول إيه هنا؟ وحارب الحق. آخر حاجة سفر زكريا، سفر زكريا. أنتوا لسه هنا؟ أنتوا أبطال. زكريا واحد، النهاردة أربع وعظات كومبو، ثلاث وظائف، الملكوت في صفك، تذكر السيادة، وآخر حاجة اللي احنا هنشاركها دلوقتي. زكريا واحد، رفعت عيني عدد 18 ونظرت إذا أربع قرون، قلت للملاك الذي كلمني ما هذه؟ قال لي هذه القرون التي بددت
يهوذا وإسرائيل وأورشليم. دي قرون جاية بتهاجم شعب الرب. قرون دي كان صورة للأمم أو ممالك معينة جاية تهاجم شعب الرب في ذلك الزمان. فبيشبهها بصورة قرون، لأن القرون دي قرون قوة. فاكرين مؤتمر قرون قوة من كام سنة؟ قرون دي قرون قوة، دي قرون بتهاجم شعب الرب. فأراني الرب أربعة صناع، فقلت جاء هؤلاء ظهروا في الشاشة، ماذا يفعلون؟ تكلم قائلا هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه. دي القرون اللي حنت شعب الرب. جاء هؤلاء الصناع ليرعبوهم وليطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض شعب الرب لتبديدها. ما عرفش أنت مدرك الشاهد ده ولا لأ، بس الشاهد ده طبعا قصص كتيرة مذكورة في القرون واضحة تاريخيا، لأن في ذلك الزمان في أربع ممالك هجمت الشعب. بس يأتي عند الصناع وتجد الناس إيه الصناع دول؟ ولا أنا هقوله لك، ده مش التفسير، لكن المعنى الروحي اللي جوه. كل قرون من القرون اللي بتهاجم شعب الرب، ده هربطه بالملكوت، مواجهات الملكوت. كل قرون بتهاجم شعب الرب كان بتحمل أعلام فيها صورة آلهتها. كل قرون هجمت شعب الرب كان دائما بتحمل أعلام، وفي بعض الأحيان الشعوب اللي جات هاجم شعب الرب كان بتحمل تماثيل آلهتها معاها. فكل قرن، كل هجمة، كل مملكة، كل أمة جاية تهاجم شعب الرب في ذلك الزمان معها أعلام فيها صور آلهتها. وقال لك كل القرون دي بيواجهوها مين؟ أربع إيه؟ صناع. لما تقرأ كلمة صناع في العبري نحاتين، أربعة رجال بيشتغلوا في النحاتة، في النحت، نحاتة في النحت، مجرد أربع أشخاص بيشتغلوا في النحت، ودولة بيكسروا القرون. مرة أخرى ده معنى روحي. كل القرون اللي جاية معها صور آلهتها. إلهنا له أربع أوجه: إلهيم، وجه أسد، وجه نسر، وجه تور، وجه إنسان. وفي أربع صناع بينحتوا أو بيتنحت فيهم وجه إلهيم. من كتر قعدتهم قدام الرب بيتنحت فيهم وجه إلههم، أن مثلها يكون صناع، مثلها يكون صانعوها. الإله اللي انت بتتأمل فيه بتبقى شكله. الصناع دول النحاتين اللي بيتنحت فيهم وجه إلههم. جاء وقت استعلان الأسد والنسر، التور. التور ده بالمناسبة ده وجه الآب، وجه القوة، ووجه الإنسان. ممكن في مرة تانية بحكي لكم ليه التور وجه الآب، ده التفسير اليهودي بتاع الآية. جاء وقت أن يستعلن في روحك الأربع أوجه بتاعت إلهيم، لأن الأربع قرون اللي بتحاصر شعب الرب قدامها أربع أوجه مستعلنة في أولاد الرب. وأولاد الرب اللي بيخرجوا أوجه إلهيم بيكسروا كل قرون جاي عليهم. إنها وقت ناس صناع. خليني أقول لك أنا إيه الرسالة الجوية. أنا مجرد قلت لك المعنى الروحي، وخليني أقول لك الرسالة الجوية. انقع نفسك قدام وجه إلهيم عشان يتنحت فيك وجهه فيك. ما تكروتش قعدتك. ده اللي أنا عايز أقوله، دي الرسالة. ما تكروتش وقت قعدتك اللي أنت ساكت فيه، وخلي الروح القدس ينحت جوه إنسانك الروحي وجه النسر، ينحت وجه إلهيم الأسد فيك. لأن جاء وقت إن القرون اللي جاية تهاجم شعب الرب ببساطة ترى وجه إلهيم فيك في إنسانك الروحي، ويتكسر القرون بسبب صناع. الآيات مش منطقية بالعربي ولا بالعبري،
دول قرون أمم ودول أربع نحاتين. يقول لك الأربعة النحاتين دول هيكسروا القرون. يا القصة كلها إن في فعلا قرون قوة، لكن في ناس طبعا ممكن ألف معاك بقى على النحاتين اللي كانوا في هيكل سليمان، والنحاتين اللي عملوا حاجات في خيمة موسى، وإن القصة كلها النحاتين كانوا بيلعبوا في الهيكل بس. وبالتالي لما أنا بقول لك إن النحاتين دي في الحضور الإلهي وحاجة بتتنحت فينا من وجه الآب، أنا مش بألفها، هي فعلا جاية من دراسة في كتاب مقدس. لكن ببساطة عشان الوقت، الرسالة مش كده. الرسالة خلي الروح القدس، ادي وقت للروح القدس ينحت وجه إلهيم فيك. هذه الرسالة، انقع قلبك قدام الحضور الإلهي وخلي ينحت الأسد والنسر والتور أو الألفة أو الـ 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 لأن ده أول حرف في الكلمة العبرية، وألفة أول حرف الآلاف، أول حرف في الكلمة العبرية كان له وجه الطور، وجه الإنسان. خلي الروح القدس ينحت فيك وانت قاعد، فما تعجلش بالخروج من أمام وجهه لغاية آخر السنة. قعد نفسك في الروح، قعد نفسك في الصلاة في الروح، قعد نفسك في الحضور إيه وانت ساكت كده، وإدرك إن هو بيعدي بالإزميل بتاعه وبينحت وش تاني جواك، بينحت وجه الأسد وجه النسر جوه قلبك وجوه روحك. أمين. تعال نغمض عيوننا ونصلي معاك.